خلينا بقى نروح لمنتخب مصر. منتخب مصر طبعا بيستعد لمباراه يوم الخميس، وبيستعد للسفر ان شاء الله بكره الى باذن الله الى ملاوي عشان مباراه اثيوبيا. محمد صلاح شعر بشد كده خفيف، عمل اشعه واثبتت وجود شد خفيف، فمحمد صلاح مش هيسافر مع منتخب مصر الى ملاوي عشان الماتش الجاي. محمد صلاح خارج المباراه القادمه امام اثيوبيا، و يعني هيشوفوا حالته هل يقدر يسافر مع المنتخب كوريا الجنوبيه ولا لا. يعني لما يرجع المنتخب من 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 ملاوي بعد ماتش اثيوبيا هيشوفوا هل محمد صلاح حالته اتحسنت وهل هيقدر يسافر مع المنتخب الى كوريا الجنوبيه ولا لا. يعني موقفه هيتحدد بعد عوده المنتخب من ملاوي ان شاء الله. كمان محمد الشناوي النهارده حارس المنتخب الحمد لله كان عنده كورونا الفتره اللي فاتت، النهارده الاشعه طلعت سلبيه، مفيش الكورونا راحت خلاص خلصت، وبدا يشارك المسحه سلبيه بالنسبه لمحمد الشناوي، وبدا يشارك في تدريبات منتخب مصر. واحمد فتوح عمل برضو مسحه، ان احمد فتوح كان عنده برضو كورونا فعمل مسحه، بس لسه المسحه بتاعت احمد فتوح ايجابيه، فاحمد فتوح لسه برضو مش هي يعني مش هيشارك مع المنتخب في المباراه القادمه، اللي هو لسه المسحه ايجابيه وعازلينه هم في غرفه في الفندق. تريزيجيه برضو عمل، تريزيجيه كان المفروض هيلعب امبارح المباراه ولكن جاله شد كده قبل الماتش في عضلات البطن، سوري شد في العضلات مش عارفين برضو في اي حته، في رجله في فين مش عارفين، اماميه الخلفيه، لكن تريزيجيه برضو عمل اشعه اثبتت ان هو عنده شد ومش هيسافر مع منتخب مصر ولا هو ولا النني. يبقى كده صلاح تريزيجيه النني الثلاثه مش موجودين مع منتخب مصر في المباراه القادمه، واعتقد كمان احمد فتوح ان لسه العينه او المسحه بتاعته لسه ايجابيه فبرضه مش موجود احمد فتوح. ده اللي خلى كابتن ايهاب جلال النهارده يضم عناصر جديده للمنتخب لمعسكر المنتخب. كابتن ايهاب جلال النهارده مدير الفني لمنتخبنا اعلن عن ضم احمد رفعت لاعب نادي فيوتشر، وباهر المحمدي لاعب نادي الاسماعيلي. احمد رفعت طبعا لاعب جناح مهاجم، وباهر المحمدي طبعا مساك وباك رايت، بس هو مساك اكتر بيلعب طبعا في خط الظهر، لاعب نادي الاسماعيلي. الاثنين انضموا لمعسكر المنتخب عشان هيسافروا بكره ان شاء الله الظهر الى ملاوي لمواجهه منتخب اثيوبيا. الماتش طبعا يوم الخميس القادم ان شاء الله، فبكره المنتخب هيسافر، وتم ضم احمد رفعت وباهر المحمدي، وكده محمد صلاح والنني وتريزيجيه الثلاثه مش هيسافروا مع المنتخب الى ملاوي ان شاء الله. مش مشكله يعني ان شاء الله عندنا هم باذن الله يخفوا كده محمد صلاح وتريزيجيه والنني، وممكن هنشوف بقى هيقدروا يسافروا مع المنتخب كوريا الجنوبيه في المباراه الوديه ولا لا. وان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا في المباراه القادمه، والف سلامه طبعا للعيبه المصابه. وزي ما قلت لكم محمد الشناوي خلاص المسحه سلبيه وهيشارك مع المنتخب، وان شاء الله يكون موجود هو وابو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد في المباراه القادمه النهارده.